إذا مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة حي السدري. فكما كتشاهدوا معنا ففي هذا الأثناء يعني السيارة محتجزة يعني في هذا المكان، يعني ما لقاش ما كتخرج. فمن غير هذه البلاصة فحي السدري كامل يعني غارق في هذا المياه. فكما كتشوفوا معنا فصعيب هذا الشيء اللي كنشوفوه الان في منطقه ديال حي السدري، واحد المنطقه اللي هي معروفه منطقه حضاريا. فصعيب اننا نوصف لكم هذا الشيء اللي كاين هنايا في حي السدري. فالصوره غنيه عن كل تعريف. فكما كتشوفوا معنا فالسياره محتجزه الان، يعني صعيب انها تخرج من تما. فالاكيد مشاهدي قناه شوف تي في اللي كيذكروا بان الدار طاحت في حي المحمدي، فطاقم شوف تي في الان في الطريق تما، يعني غيكون يعني لحظات وغادي يكون تقريبا في الحي المحمدي. فكما كتشوفوا معنا الان حنا كنتواجدوا في منطقه حي السدري، فالماء داخل وسط الديور، كذلك السياره الان محتجزه في هذا الاثناء، يعني السائق ديالها الله يحسن العوان يعني خرج مذعور. فكنحاولوا اننا نوصلوا لكم بالصوت الصوره ما يقع في منطقه حي السدري. فهو فيضان فيضان يعني فيضان، يعني رجعوا لايامات التسعينات، فتقريبا نفس المنسوب المياه. فكما كتشوفوا مجهودات خاصه ديال السكان كيحاولوا انهم يفتحوا هذا القادوس، يعني كتشوفوا الوسائل اللي كيستعملوا يحاولوا يقلبوا على القادوس فين كاين، باش يحاولوا على الاقل في بالنسبه للناس ديال مشاهدي قناه شوف تي في اللي كيدعوا معنا وكيقولوا لنا الله يعاونكم، هذا واجب ديالنا وهذه هي خدمتنا، وشكرا لكم على التتبع ديالكم. فالله يحفظ في هذه المنطقه، هذه الخطر الكبير اللي يمكن يوقع دابا في هذه اللحظات. فتتشوفوا الان منسوب المياه كذلك مع منسوب كذلك نقدروا نقولوا دوك البلايص اللي كيكون فيهم الضوء في البطوات ديال الزنقه، فيمكن انه وصل لهم، يعني الله يحفظ لا داز شي واحد من هنا، يمكن انها توقع شي كارثه. فغادي نحاولوا نقربوكم مشاهدي قناه شوف تي في يعني لحظه بلحظه شنو كيوقع هنايا في حي السدري، وبالضبط يعني واحد الخطر يمكن انه يكبر في هذه اللحظات. يعني كما كتشوفوا معنا فالاعمده الكهربائيه تقريبا واحد المتر يعني غارقين، يعني الله يحفظ في هذا الاثناء يعني لا وقع شي تماس كهربائي، فالماء ماشي عازل، يعني اي واحد يقدر يدوز من هنا تقدر الله يحفظ توقع شي حاجه، لان هذه المنطقه هذه كما كتشوفوا غارقه بزاف. الفيضان راه كما كتشوفوا راه الصوره راه واخا نهضر راه داكشي اللي كنشوف اكثر مما هو كنشرح وكنحاول نوصف. يعني تتمنى من المسؤولين وبالضبط في هذه المنطقه كما كنشوفوا راه هنا كاين جوج اخطار، كاين خطر ديال الماء وكاين الخطر ديال الكهرباء. شوفوا هذه السياره، هذه راه الحجم ديالها، هذه السياره راه جات محدوده شويه لانها جات في واحد المنطقه شويه مرتفعه، اما المكان اللي فيه انا وسط هذا السور هذا راه لا اله الا الله، راه تقريبا تخشي الدريس. انت شوف يعني كما سمحوا لينا راه مره كنحاولوا كنقطعوا كلامنا لان من فضاءات هذاك الشيء اللي كنشوفوا. فكما كتشاهدوا معنا فما بقى والو، ما بقى والو، يعني الماء يوصل للمنطقه اللي فيها الضوء، يعني في هذه الحالة إلا وصل هذه يعني هذه المنطقة كاملة غتولي منطقة عزيلة، يعني صعيب أي واحد يقترب لها. كنعرفوا أن الماء غير عازل، يعني هذيك الساعة كتولي هضرة أخرى،
يعني صعيب 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 هادشي اللي كنشوفوه الان في منطقه حي السدري، وكنتمناو تنتمناو تتمناو من الناس المسؤولين يعني تدخلوا عاجل في هذه المنطقه هذه، لان داكشي اللي كنشوفوه فيه راه اصعب من ما تنوصفه. فاش راه ماشي راه تقريبا كاع البطوات هنا راه كتشوفوا شكلهم، الاعداد ديال البطوات اللي كاينين هنا راه تقريبا كاملين وصل لهم الماء لهذ الدرجه. راه الله يحفظ اي واحد اي شخص يدوز من هنا يمكن انه يتقاس بتمات كهربائي، ونقدروا نشوفوا شي فاجعه هنايا كما كتشوفوا السياره راه غاليه وبركه كتغرق كذلك. فكما كتشوفوا فهادو هما الشركه المكلفه ب يعني باش مسخرينهم باش يديروهم انهم يحيدوا هاد الماء وداكشي، فالوسائل هي تقليديه فما يمكنش هاد الغانجو وهاد الحديده هادي تحل عفوا هاد الفيضان اللي كاين هنايا. فكنتمناو يعني الشركه المكلفه انها تعيد النظر في مثل هاد الامور، فما يمكنش الناس غارقين الناس مخلوعين الناس هجروا ديورهم، وكنشوفوا يعني المياه كيحاولوا يحيدوها غير بغانجو. فالله يحسن العوان الله يحسن العوان، يعني هاد السيد ما بيدو حيله، فهذا هو هادشي اللي عطاوه الاداره ديالهم، عطاوه غانجو وقالوا لي سير سرح الطريق. فنعاودو نقلوه لكم، يعني للاسف الشديد اننا نشوف فيضانات بهاد الطريقه هانت. واش نقولوا لكم يعني عيب 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 ما كنشوفوه دابا في هاد الاثناء، يعني كما كتشوفوا فيضان كبير الضوء قرب يوصل مع الماء، والطريقه باش كي اشوف شوف 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 لا حول ولا قوه الا بالله، واش بهذه الطريقه يمكن لنا اننا نحيدوا هذا الفيضان هذا؟ راه الله يحسن العوان هذا السيد هذا رجل مسن فمسكين الله يحسن العوان، راه كيدير ما بيدو اللي في جهده باش يحاول يسرح شويه، ولكن للاسف الشديد تشوف اش عاطينو شوف اش عاطينو، واش دابا فيضان تقريبا متر ونص غيتسرح بغانجو. والمشكله ماشي غير حفره ولا راه تقريبا راه حي باكمله، راه كتشوفوا معنا انتم الصوره راه واضحه. فمسكين ما نقدروش نلومو هاد السيد هذا، فراجل تقريبا السن ديالو فاق 60 سنه، انت بالك يحاول مسكين انه يعاون هاد الناس هادو اللي في حي السدري، لكن صعيب 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 صعيب. شوف الطريقه باش كيخدم بيدو بغانجو الماء كثير كتصب، يقدر كاع الماء اللي كيحاول انه يستخرجو يعاود يرجع ليه. السياره كذلك في هاد الاثناء، فالله يحسن العوان هاد السائق ديالها اللي كما شفنا راه غادر بواحد الوضع يعني مروع. فكما كتشوفوا معنا فهذه هي منطقه حي السدري، فالناس غرقوا الناس الله يحسن العوان الناس اللي ساكنين من هنا، راه كتشوفوا راه هي واحد الدار راه هي اللي تشوا راه الماء خارج منها، الماء كيخرج من الدار، يعني العالم الله شنو كاين في الدار دابا، الناس حوايجهم راه غارقين راه غارقين الناس. ها انتم اش كتشوفوا معنا بصوت الصوره كما كتشوفوا عاد هما لا اله الا الله هادشي اللي كنشوفو في حي السدري، وكنتمناو تنتمناو الناس يدخلوا في اقرب عاجل، لان هادشي ما نراه الان 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 راه خطير بزاف والله الا خطير بزاف. كما كتشوفو معنا شوفو بعد هاديك الدار دابا ماشي هي، نحاولو نقربو يعني تتشوفو حنا حتى الطريق اللي كنمشيو فيها راه كنحاولو حنا شويه نغامروا من اجل المشاهدين من اجل المواطنين المغاربه، ونحاولو نقلو لكم الصور ونحاولو نوصلو الصور كذلك للمسؤولين باش حاولوا يدخلوا يعني بعجاله كما كتشوفوها انتم. شوفوا انتم شوفوا الدار شنو كيخرج منها دابا. والغريب في الامر راه حنا تقريبا نقدروا نقولوا ما جيناش في الوقت ديال الدروار، شوفوا الماء فين كان واصل لهاد الدار هادي هذا المنزل هذا، شوف الماء راه لاطراج ديال الماء باين، كذلك المنزل الاخر الله يحسن العوان يعني جا فلابلون جا مهود، الكراجات كما كتشوفوا فيهم، واحد السيد كيحاول في هاد الاثناء يوصل للمحل ديالو، كيحاول يوصل للمحل ديالو وصل للمنزل ديالو، فصعب عليه انه الله.
كيف ما كتشوفوا معنا ففظيع هذا الشيء اللي كنشوفوه هنا في منطقه تحت السدري. وشوفوا المنسوب المياه فين وصل، الله يحفظ. الا وصل لهذه المنطقه هذه فيمكن هذه المنطقه راه تولي منطقه معزوله، فما بقى والو، ما بقى والو ان الماء يتجمع هو والضوء في خطره واحده. كتشوفوا ديك السياره كذلك الرويد ديالها غرقوا، والسياره راه محدوده، راه هذيك المنطقه اللي فيها راه عاليه شويه مقارنه مع هذا المكان اللي فيه ان الضوء. لربما مشاهدي قناه شوف تي في كيتصنتوا كيسمعوا معايا شي صوت الان في هذه الاثناء، يعني حتى القواد ما لقاوش ما يجمعوا، القواد ما بقاش كيمشي فيهم الماء، راه الصوت كيبان، يعني يقدر يكون كاع واحد الانفجار بين الفينه والاخرى ديال شي قادو في هذه الاثناء. فكما كتشوفوا معنا دائما ليديك او الشركه المكلفه بالنظافه ما نخدموا والو، راه الشركه الوحيده اللي كاينه الان في كازا وفي هذه المنطقه هذه راه هي هذه. فشوف الوسائل اللي كيستعملوا، فلا اله الا الله محمد رسول الله. واش بهاد وسائل الناس في يديهم الناس بالغانجو، هذه راه الشركه المكلفه بالنظافه عباد الله. واش ودابا المشكله حتى تقريبا هذا المركز هذا ديال او هذا لاجونس مكلفه بهذه، راه قريبه كثير من هذه المنطقه. الا كانوا يتدخلوا ولا شي حاجه راه تكون الامور سهله، ولكن بهذه الطريقه راه واخا يتدخلوا وراه الفيضان هو الفيضان، راه واخا يتدخلوا. كما كتشوفوا معنا هاد السيارة بغات تدخل، ولكن يعني فين غادي يدخل في هاد الأثناء؟ باش تشوف السيارة حداها غارقة هو كيحاول أنه يدخل، فمناش هاد الناس هادو بعض المواطنين سامحهم الله، فكما كنقولوا كيحاولوا يزيدوا الطيل بالله. هانتوما كتشوفوا أن الدنيا غارقة وكيحاولوا أنهم يجيو من هاد الطريق، راه المصير ديالهم دائما كما كنقولوا هاد السيارة. فكما كتشوفوها فهي غارقة في الأثناء، يعني ملاها ملقى منين خرج، راه خرج من الجهة أخرى وغادر. فشوفوا لربما يعني انا ما كرهتش شي مشاهد الان يقول لي بانه كيسمع الصوت اللي كنسمع دابا في هذه الاثناء. هانتوما مشاهدي قناة شوف تي في، هانتوما كما كتشوفو معانا وكتبعو معانا في هاد الفيضان هنا، راه هو كارثي بكل المقاييس، كارثي بكل المقاييس. فشوفو المنزل التاني، فوالا كما قلنا قبيلا المنزل كان كيدخل ليه الما الآن. فالغريب الغريب كانوا منازل كيدخل ليهم الما الآن، دابا المنازل ولا كيخرج منهم الما، يعني للفضاء داكشي اللي واقع لداخل. شكرا الاخوه اللي اكدوا لي انهم كيسمعوا هذا الصوت هذا، فالقواده التحت ديال الماء ولاو كيسمعوا شي اصوات. هانتوما شوفوا السيد باغي يوصل للدار ديالو ما قادرش، منين غادي يدوز؟ اول حاجه كيفكر فيها وهمه هو انه منين غادي يدوز.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحنا حنا براسنا حنا ما تنفكروا منين غادي ندوزوا. انتم تشوفوا راه هذا شوف يعني دابا هذا الكراج هذا يعني شنو السلعة اللي كانت فيه راه مشات. الدار المجاورة كذلك الماء ولا كيخرج منها بعد ما كان الماء كيدخل ليها الآن الماء ولا كيخرج منها. والله يا خويا ياسين كون قدرت نوصل عند المواطنين دابا كون قدرت نوصل عندهم كون مشيت عندهم. انا راه غامزوم ليك اخويا تعال شوف انا رجعت الصوره كما هي في حقيقتها. انا رصعت في واحد الصور وباش يلاه انني نقل حجم هاد الفيضان اللي كاين الان في منطقه حي السدك. فشكرا شكرا مشاهدي قناة شو تيفي اللي كيتفاعلوا معنا. وشوف راه كما كنقولوا وكما قال الله سبحانه وتعالى في منظم الحديث القران ديالو لا نريد منكم ولا جزاء ولا شكورا. يعني كما كتشوفوا فهذا واجب ديالنا هذا الواجب ديالنا هذا هو الدور ديالنا حنا كاعلام اننا نحاولوا نوصلوا ما يقع في المدن ما يقع في هذه المناطق هذه. والله يحسن العوان الناس ضروا بزاف بصراحه هادشي اللي كنشوف راه الناس مضروره بزاف. فاللي كنبغيو اللي قريب هاد المنطقه وقادر يساعد يعني هذا هو الوقت يعني فاش نلقاو المسؤولين ما دايرينش خدماتهم فهذا الوقت هو اللي كنبينوا فيه الوطنيه ديالنا حبنا لملكنا حبنا لبلادنا حبنا للاصدقاء ديالنا والجيران ديالنا. فكنحاولوا اننا نخرجوا بيدينا ونشمروا على دراعنا ونعاونوا الناس في هاد الامور هذه. هانتوما مشاهدي قناة شوف تيفي هانتوما والله يحسن العوان واحد السيد راه راجل كبير يعني طاعن في السن مسكين وبقى كيحاول انه يعتق شي حاجة اللي يمكن يعتقها. هادو هما الوسائل اللي كتستعملهم الشركة المكلفة راه شي مواطنين الله يهديهم الله يهديهم بالسيارات ديالهم. واش ما عمرني شفت سيارة غارقة وكيشوفوها بعينيهم والسيارة يعني عالية على السيارة. مثلا ها انت دوسون سايك اورونو اير 19 دوسون سايك بغات تاهي تدخل الماء. راه كيما كتشوفوا هاد السيد هذا الله يحسن العوان يعني راجل كبير في السن كيحاول انه يعتق اللي يمكن يعتقو. الغانجوليكي لكن هو مسكين الله يحسن العوان هو ما هو غير خدام في هذا البلاد كيحاول يقلب على القادوس كيحاول يسرح بهذه الطريقه. والله الا عيب ما نراه الان عيب 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 احتراماتي لهذا الراجل والله الا بصراحه بقى فيا السيد بصراحه انا شخصيا بقى فيا السيد يعني بهذه الطريقه وبهد الامور خدام بحال هكا عطينو غانجو مصيفطينو جيت الماء. انا هادشي هاد الامور هادي راه تيخلص لباس خاص تيخلصها ورغم ذلك راه نقول لك برافو برافو عليه هو شخصيا برافو عليه مسكين بوحدو 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 في هاد الفيضان. شوف واش دار راه هانت راه دار الان ولينا كنشوفو التروطوار بعد ما ان التروطوار كان واصل المترو. شوفو 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 يا لطيف يا لطيف هانتوما كما كتشوف الان فيضان كل المقاييس. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي نترككم من هذا المباشر هذا نحاول اننا نمشيو لمناطق اخرى ونوصل لكم بالصوت والصوره ونحاول اننا نسمعوا صوتكم للمسؤولين باش يجيو على هذه الامور هذه. ما تبقاش الحمد لله في البلاد ديالنا صاحب الجلاله راه كيدير مجهودات كبيره 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 باش يشوف بلاده في
اجمل صوره. راه بلادنا كيحسدوا لي كيحسدونا عليها، ولكن شي مسؤولين سامحهم الله راه الشيء اللي كيديروا فيه راه لا اله الا الله. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي دمتم في عائله الله، والى مباشر اخر، وشكرا.